إذا نسي إخراج زكاة الفطر بعد وقتها هل يعذر بالنسيان وهل يقضي؟ نعم يقضي من حين الذكر، متى ما تذكر زكاة الفطر قضاها حتى لو كان ذلك بعد يوم العيد. فزكاة الفطر إذا فاتت تقضى، مثلا لو أن شخصا نسي زكاة الفطر من العام الماضي وتذكرها الآن، تذكر الآن أنه لم يخرج زكاة الفطر فيخرج زكاة الفطر الآن وهو معذور بالنسيان.